الكرة سريعة للتعاون، يحاول يمر داخل ما ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء. هشام الرفاعي هو من احتسب ركلة الجزاء نونا فقط لركلة الجزاء، هي الحالة الوحيدة. شوف علي البليهي ركلة الجزاء واللي احتسبها الحكم المساعد الثاني هشام. جهاد أمام ركلة الجزاء، جول ثاني، خلص المباراة، خلص على أنغام السكري، أنهى المباراة السكري. مباراة عشناها ثم التقينا على آخر ثوانيها على متعتها، هكذا على عزف السكري على